أميرة نور مذيعة برنامج شارع الفن في إذاعة نغم اف ام 105.3. هو ده الراديو. السؤال بقى، برنامج شارع الفن كان بدايتي في إذاعة نغم اف ام. أنا يمكن كان ليا أكتر من تجربة في إذاعات مختلفة قبل كده، لكن في إذاعة نغم اف ام كانت البداية برنامج شارع الفن، برنامج بحبه جدا الحقيقة. حاولت إن أنا أقدم الفن بشكل مختلف، ما يكونش مجرد أخبار فنية فقط، لكن يمكن الفن بيعبر عن حاجات كتير قوي وبيعبر عن المجتمع بشكل كبير. كل الأعمال الفنية تقريبا اللي بنشوفها، سواء فيديو سواء سينما سواء مسرح، بتتكلم عن حاجات من الواقع. فأنا يمكن الفكرة الجديدة اللي حاولت إن أنا أقدمها من خلال شارع الفن فكرة المجتمع والفن مع بعض، يعني أعمال أو قضايا اجتماعية بناقشها من خلال رؤية فنية. ده كان الجديد، وطبعا بالإشراف العام كان الأستاذ أحمد سمير والإعداد لياسمين مجدي. رمضان بالنسبة لي وش الخير، لأن يمكن أول بداية ليا وأول ظهور ليا على أي إذاعة كانت من خلال شهر رمضان، فأنا بعتبره وش الخير. كل اللي بعمله دايما بيكون في جانب، لكن رمضان بيكون جانب آخر. ببقى حريصة دايما إن أنا أقدم برنامج في رمضان ويكون له شكل مختلف ويكون له طابع مختلف، بقعد أحضره تقريبا طول السنة علشان يطلع بالشكل الجميل اللي دايما أنا متعودة عليه في شهر رمضان. أكيد رمضان اللي جاي هيكون فيه برنامج، ويكون برنامج مختلف. السنة اللي فاتت أنا قدمت برنامج الحلة تكدب الطباخ، وده كان برنامج جديد عليا تماما، أول مرة أقدم فكرة مطبخ. السنة اللي قبلها قدمت برنامج كان فني، كان اسمه برنامج المراية، وكان بيتكلم عن الجانب الآخر من كل فنان، الجانب النفسي والبعد اللي الناس ما تعرفوش عن الفنان، الجانب الآخر اللي محدش يعرف عنه حاجة بالنسبة للفنان. الحقيقة التمثيل يمكن أي حد بيدخل الوسط الفني سواء في الإعلام، الإذاعة، التلفزيون، أنا ليا طبعا أكتر من تجربة في التلفزيون، فبيحصل بطبيعة العلاقات إنه بيتعرض ما تمثلي جربي و و و لكن لما خدت التجربة فعلا وكانت في مسلسل تلفزيوني، ما حسيتش ان انا هو ده اللي انا عايز اقدمه. انا انسانة بحب اكون على طبيعتي جدا، بحب الاذاعة. في اطفال كتير بيبقوا مش عارفين عايزين يطلعوا ايه لما يكبروا، لكن انا من اول ما عرفت يعني ايه اذاعة حبيت ان انا اكون مذيعة اذاعة. لما اتجهت او كان ليا تجربة تلفزيون حسيت ان انا مش قادرة امثل، انا انسانة بحب اكون على طبيعتي، فحسيت ان ده هيفقدني جزء كبير جدا من شخصيتي وهي طبيعتي، ان انا اضطر ان انا البس شخصية تانية. فانا ما بحبش ده ولا في الحقيقة ولا في التمثيل، فحسيت ان التمثيل هيكون شيء صعب جدا عليا، وتعرضت عليا اكتر من تجربة بعد كده في التمثيل الحقيقة رفضتها. فانا مذيعة اذاعة اولا واخيرا، يمكن احيانا تلفزيون برضه بيكون موضوع لطيف، لكن التمثيل مرفوض بالنسبة لي تماما. كان ليا اكتر من تجربة، يمكن كان في تجربة في قناة نور الدنيا، دي من اجمل التجارب التلفزيونية اللي قدمتها، كان اعلام تنموي، كنت بعمل برنامج المورنينج شو صباح نور الدنيا. في برضه تجربة على قناة اللورد، وكان برنامج اجتماعي فني. ان شاء الله الفترة اللي جاية ممكن يكون في تجربة في التلفزيون تكون مختلفة برضه، بس انا حريصة ان انا منزلش عن المستوى اللي دايما بقدمه، يعني يا اما اعمل شيء جديد يفيد الناس واحس ان انا راضي عن نفسي، يا اما افضل في نفس السلمه اللي انا واقفه عليها، ما انزلش لكن اطلع. التجربة برضه هتبقى فنية؟ تجربه التلفزيون بحضر حاليا لتجربه ان شاء الله هتكون يمكن مختلفه عني شويه، لكن لسه ما فيش، ما اقدرش اقول تفاصيل عنها، لكن هيكون في برنامج تلفزيوني، بس ما اعتقدش انه هيكون فني، ممكن يبقى جزء فيه فني، لكن الهيكل العام بتاعه مش هيكون فني، هيكون اكتر من حاجه. يمكن الناس بتحتاج انها يعني كنا زمان او في بعض الاحيان الناس بتتجه للكاسيت، لكن لما الوقت بيطول في المواصلات فالناس بتقدر انها تبقى عايزه تاخد معلومه، تبقى عايزه تسمع خبر، تبقى عايزه في وقت الاوقات انها تسمع شيء جميل يونسها في الطريق. فانا بعتبر ان الاذاعه هي الشخص اللي قاعد جنب الشخص اللي في العربيه بيونسه في الطريق، يديله معلومه، ياخد يعرف اخر الاخبار اللي بتحصل، فيمكن الاذاعه بتحقق ده. لكن التلفزيون في البيت انت عندك مليون حاجه تقدر تعملها، في مسلسل ممكن تشوفه، في انت اللي بتروح تفتح الجهاز، لكن في حاجات كتير ممكن ضيوف يجولك، لكن وانت في الطريق ممكن تعمل ايه غير انك تسمع اذاعه؟ والاذاعه الكويسه هي اللي بتفرض نفسها. انك انا بحاول على قد ما اقدر ان انا احترم المستمع اللي في العربيه واحاول احس بيه، ما استظرفش زياده، اقوله اللي هو محتاجه، بيبقى عايز شيء خفيف، يسمع اغنيه وفي نفس الوقت يسمع معلومه، فكل ده بيحصل بايقاع سريع. فيمكن عشان كده الناس مش بتمل بالاذاعه، وانا شايفه ان الاذاعه شيء مؤثر جدا في حياه الشعب المصري.
الحقيقة بالنسبة للفن، بما اني انا بقدم برنامج فني، انا شايف ان احنا اتطورنا بشكل كبير جدا في الفن. عندنا امكانيات ضخمة، عندنا منتجين، عندنا ممثلين هايلين، لكن لحد دلوقتي بينقصنا ان احنا نعمل فن يطور من الشعب المصري. يعني احنا من ساعة ما ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو، اعتقد ان الشعب المصري محتاج نوعية مختلفة تتقدم له، محتاجين نرجع الاعمال تعيد الاخلاق تخلينا. الحاجة اللي انا بتمناها ان يكون في نقابة للاعلاميين، يكون في حاجة بتحمي الشعب. احنا جيل الحقيقة تعبنا جدا، انا شخصيا اشتغلت بدون اي واسطة، حتى في الصخر زي ما بيقولوا، طلعت السلمة سلمة سلمة.